باش تكون في صحة جيدة وتتمتع بالطاقة وحيوية، عيش هيلثي. عيش هيلثي برنامج صحي يجيكم كل نهار جمعة الخمسة متاع العشية على حياة فام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم السادة المستمعين في برنامجكم الاسبوعي عيش هيلثي على الحياة فام. مرحبا بكم وين ما يوصلكم صوتنا، تسمعوا فينا على 90.3، تسمعوا فينا على 3w.alhayatafam.net. مرحبا بكم وين ما يوصلكم صوتنا. كالعادة دكتورة امين عيسى نجار تتواصل معاكم كل عشوية جمعة من 5 لل 6 في برنامجكم الصحي عيش هيلثي. معايا في الاخراج تقني الحصة احمد المخلوفي، نوجه له تحية كبيرة. اليوم في عيش هيلثي حبينا نتناولوا موضوع الحجرة في المرارة. الحجرة في المرارة نجموا نفيقوا بها من غير ما تعطي حتى علامات، ونجموا نفيقوا بها ونتعايشوا معاها. لهنا مش نحكي وسخطوا على المضاعفات اللي تنجم تصير اون كور دو روت. الحجرة ذي شنية نوعها الحجرة؟ اسكو العلاج متاحة ديما الجراحة وإلا لي؟ وقتاش لازم العلاج متاحة يصير؟ اي سخطوا شنو المضاعفات؟ حابين اليوم نتناولوه المرض ذي على خطر فما برشا ناس يتبعوا على الحجرة في المرارة، وفما بعض العلامات لازمهم ينتبهوا لهم ويمشيوا يعديوا على خطر نجم تكون الحجرة في المرارة عاملة مضاعفات. وقتها لازمنا يصير تدخل علاجي، والأكثر الجراحة هو العلاج الناجع بالنسبة للحالة ذي. ما لقيتش أحسن من جراح يكون ضيفي اليوم في البلاتو، هو الدكتور باسم الزيدي، هو الدكتور صديقي ومساعد استشفائي جامعي في الجراحة العامة بمستشفى الأغالبة بالقيروان. مرحبا بك باسم معنا في الحياة فام. مرحبا بك أمين، ونحب نشكرك على الاستضافة، ونحب نشكر كل مستمعي إذاعة الحياة فام. مرحبا بك باسم معنا في الحياة فام، مرحبا بك في عيش هيلثي. ديما نحكيو على الحجر في المرارة، والحجر في المرارة ديما داكتواليتي، برشا تساؤلات يسألوهم الناس. دكتور اسكو الحجرة ساعة تطيح ولا لا؟ فما خلط مع الحجرة في الكلوة، اسكو لازم العملية ولا لا؟ الذبش وحدها، هذه كلها تساؤلات وقيت باش نجاوبهم عليها. صحيح، الحجرة في المرارة أول حاجة هي المرارة في حد ذاتها وشنو هي؟ المرارة هي كعضو معناها، سي ريزيرفوار للمرار، البيل. هك اللي نحيوها في العيد في العلوش نحيوها نطيشوها. داكو، كي لونها اخضر هذيك. لونها اخضر يعطيك الصحة. هذيك الرول نتاعها، الرول الاساسي هو اني باش تهضمنا توسكي زيوت. داكو. توسكي ليبيديك باش تهضم هنا في الماكل. يعني احنا توا كان باش عندنا المرارة فيها حجرة باش تتسكر المجرى نتاعها، ما عادش عندنا حاجات الهرمونات اللي هما باش يخلونا لي زونزيم اللي في وسطها باش يهضمونا توسكي زيوت وليبيد. داكو. هذاك علاش من بين اول الاعراض اللي عندنا ساعات في يبدا عندنا حجره في المراره، هو ان واحد يتقلق بعد ما ياكل حاجه مزيته، حاجه مقليه. فوالا. ياكل شويه ليه. العباد ديما يتقلقوا بالحكايات هذيك من الاول. على خاطر هي تهضم الاكثر الدهنيات. الدهنيات. داكو. إيه؟ الحجره في المراره هو اوفيت مرض موجود بين 10 ل 15% من الناس معناتها عندهم حجره في المرار، لكن النسبه هذه ل 15% تنجم توصل حتى ل 30% كي يبدا الشخص كبير في العمر ابارتير من 60 سنه تولي 30%. داكور، هذه دون بار. البار الثانيه، المرض هذا ديما موجود فوا دو، النسبه نتاعو تولي عند النساء. داكو، معناها المرأة مهدة أكثر من الرجل، أكثر من الرجل باش الديفلوب، خاطر المرأة ما نعرفو كومبوزيسيون فيزيولوجيك نتاعها عندها بلوس دو غريس كو لوم، وعندها دي هرمون تو سكي غروسيس، حاجات كي فافوريز أني تعمل اون ليتياز فيزيكولير اللي هي الحجرة في المرار. داكو. الحجرة في المرار السبب نتاعها ثم سببين من اللي يسبوا نجموا يسبوا الحجرة في المرار، اللي هما شنو؟ احنا عندنا ان ديفو في بدننا دو كوليسترول. الكوليسترول هذاك باش يجي في وسط عن ان اكسيد دو كوليسترول في الدم باش يعمل كي ترسبات في الفيزيكول بيليير اللي هي سي ان ريزيرفوار، خاطر احنا الكبده نتاعنا باش تصنع ديما المرار في كل وقت، لكن مش نستعملوه في كل وقت. داكور، باش يتخزن فك الريزيرفوار هذاك اللي اونفيرون سي 50 مليلتر، مش حاجه كبيره. باش يتخزن غادي احنا كي يبدا الليكيد هذاك اللي ساتوري اون كوليسترول وكونسونتري معناها كونسونتري باش يعمل كي ترسبات، يلفا معناتها يلفا سيديمونتي باش يعمل باش يعطينا لك لي سيل دو كوليسترول هذاك باش يترسبوا باش يتحجروا باش يعطونا كيما كل حجر اللي يشوفوه. داكو. ثم نوع اخر نتاع حجر في المرار اللي هما ما يتسمى باللي كالكول بيغمونتير، اللي هما مربوطين بك البيليروبين اللي موجود، هو مكون موجود في البيل اللي هو المرار. وتنجم تكون مثلا واحد عنده نيموليز، يعني عنده مشاكل في الدم ولا حاجه، هي براتيكمون سي 20% نتاع الحجر اللي موجود في المرار. ثم إشكالية اللي هي بالنسبة للعباد اللي عندهم حجرة في المرارة ديما يتسألوا، اسكو أنا مثلا مشيت عملت اون ايكو
كما نحكي وهكا ما باريكزومب باش عمل ليكو عنده شك في مسرانة زايدة على حاجة أخرى معناها حاجة في الكلى أي إونيكوغرافية سيستيماتيك هكا لمرض آخر المرض آخر ونفيقولو بال بالحجرة في المرار كيفاش نتصرفو فوالا اسكو نشقو ولا ما نشقوش داكوغ هذا أول سؤال ثاني سؤال هو اسكو الحجرة في المرارة هي بيدها نفسها الحجر متاع الكلاوي نفسها نفس الأسباب اللي تخلي الحجرة تتكون ولا لا لا ماهوش نفس السبب هذيك عضو وحده وذاك يصفي الدم باش يخرج في شكل أورين حتى الكونتوني متاع مكونات الحجرة مش كيف فوالا اسكو الحجرة هذيك تنجم ذوبها بالدواء لا ما نجموش نذوبوها بالدواء هذا سؤال ديما يسألوه دكتور ديما يخافوا من العملية خاطر الناس عنده الحق يخاف اللي فيت العملية اللي فيت عملية يقول لكم مش ألترناتيف أخرى ألترناتيف ميديكامونتوز مثلا باش ناخذ دواء تنقص لي يذوبها لي يطيح لي ما فماش دواء ثم الدواء ميديكال أما هو يستعمل باغ اكزومبل اللي كان نو اوبيرابل عنده مشكلة في البرنج عنده مشكلة في البرنج ولا حاجة ومالغري سيت ان تريتمون كي ماهوش مجدي برشا ماهوش تريز افيكاس داكور جوست هكا بالحالات ما نجموش نعملها عملية جراحية داكور باهي اللي انسان عنده حجرة في المرارة دونك مش أي انسان باش يجي نحول المرارة نتاعو على حساب هذا 20% من الشعب التونسي باش نحولوا مرارته و 30% من الأكبر من 60 سنة باش نحيوا لها مرارتها و 30% من النساء يعني امراة على ثلاثة باش نحيوا لها مرارتها لا داكور اللي يخلي انه نعملوا تدخل جراحي ولا نعملوا انتريتمون للانسان عنده حجره في المراره فما حاجات معينه لازم نعرفهم اللي هما تسمى بالفرنسي اوليتياز فيزيكولير سمبتوماتيك تعطي علامات تعطي اعراض داكور الاعراض نتاع المراره هي وجيع في البلاصه اللي فيها الكبده اللي هي براتيكمون تحت الضلوع تضرب معاك على ظهرك تطلع معاك كانك لابس سبته عجنب لي عجنب اليمين ايوه اليمين مش اليسار اليمين جنب اليمين وين موجوده المراره وفما شكون مع الاعراض هذه بدرجه اقل اللي هو شنو مثلا بعد ما ياكل كما بكري حكينا ان روبا هكا فيه برشا دهنيات يحس روحه مقلق يتقلق ينجم ريتك لو سامبل القلق هذاك راهو يدل على انه فما سامبتوم هكا مقلق ينجم في خاطره نعملوا العملية باهي هذه حاجه ثاني حاجه فما شكون يعمل ما يسمى بالليكوليك ايباتيك اللي هو هذا سي ان سيني براتيكمون سبيسيفيك واضح للحكايه هذه اللي هو شنو سون دي كريز يجيو كي سانستالون 15 مينوت يعني باش يدوموا 3 4 ساعات يقعد ديجا اون كريز 3 4 ساعات يقعد 3 4 ساعات اون كونتينيو هذا سون تريتمون يعني انسان ما ياخذش دواء وفما دويات اللي هما لي زونتي سبازموديك ولي زونتالجي يكلميو لي دولور يكلميو خاطر هي لا فيزيكول المراره عضو معناتها كي سو كونتراكت الكونتراكسيون هذيك تصير وقت بعد الماكلة باش تفرغ ايفاكيوي باش تفرغ هذيك المرارة اللي عملها هذاك باش يهضم من الماكلة ولا. يعني فما آلام اللي هو عبارة عندك حاجة مسكرة باش تعمل كونتراكسيون ايفابوسي ماهوش باش ينجم يخرج هذيك المرارة باش يحس بالوجع هذه تتسمى ليكوليك ايباتيك سي تانسيني كي سبيسيفيك معناها الدكتور هذايا معناها الاكسبليكاسيون نتاعها مثل الحجرة سدت المجرى نتاع المرارة سد المجرى وقال لك وما تنحتش من بلاصتها معناها ما تنحتش من بلاصتها داكوغ هذيا هذه الأعراض الأولى باهي ثم شكون من يعمل معناتها مضاعفات هما لي كومبليكاسيون نتاع ليتياز فيزيكولير كل حاجة عندها الأعراض نتاعها وكان تحب نحكيو فيها من بعد بالديتاي كل حاجة شنية وكيفاش نجمو نتعرفوا عليها وكيفاش ما نجموش نتعرفوا أما نحب نرجع للموضوع الأولاني اللي هو اي ليتياز فيزيكولير سا نو با دير تدخل جراحي داكوغ معناها مالغري هو معناها العلاج الوحيد الناجع هو الجراحه لكن حسب ما فهمت منك دكتور مش اي حجره في المراره رفقنا بها بالليكوغرافي راهي مش تشق لا فوالا هو 80% من العباد اللي عندها محجر يعني 80% من العباد اللي عندها محجر ils vont pas être symptomatiques ماهوش باش يتشق ما عندهم حتى علامه فهمت يعني 8 على 10 مرضى عندها الليتياز عندها محجر ماهوش باش يتشق نورمالمون شقوا كان زوز اما احنا المواطن العادي المريض كي يلقى روحه عنده ليتياز فيزيكولير حجره في المراره سي تولي في مخه كل شيء ماك الحجر مركز عليه مركز يركز دونك فما ان كوتي كي بلوتو هكا نفسي شويه بسيكولوجي ساعات هذاك اي علامه تجي في البدن راهي منها هي يخليك تعمل تدخل جراحي داكوغ اوبليغاتوار على خاطر يفا فوكاليزي على الحكايه هذيك وباس بروجيتي ديما عندي الحجر عندي الحجر عندي الحجر ثم عبيد حتى عنده أي حاجة أخرى من أونجي من غريب يأكل حاجة ما ساعدتوش يحطها ديما سير لو كونت دو لا ليتياز فيزيكولير لا مش صحيح
داكو. فهمت؟ معناها دكتور معناها أي إنسان فقنا عنده حجرة في المرارة مش بشرط إذا كان عنده علامات مش ندخله جراحيا وقتها. داكو. هذا إنسان فقنا به ديكو فيرت فورت فقنا به هك. رأى فما نسبة باش تفيق به هك على إيكود طلبت في كادر آخر في موجود آخر موجود. أي. أي. لكن فما شكون باش يجيك عنده هو متقلق عنده آلام تاع الحجر في المرارة اللي هما اللي حكينا فيهم بكري لاكوليك هيباتيك لو جاي هذاك يولوا بار اكزومبل ياسر قويين ياسر يوجعوا انسان يتلز باش يمشي ويجي براتيكمون كل ليله على استعجال بنقول بكل نحطوها ديما هي حكايه معده حكايه سو هضم ديما نعطوه الدويات كلا حاجه مقلقه كلا حاجه مقلقه سورتو في بريود الصيف هذه الماكله كلها فيس فيسكو في الشارع ناكلوا فوالا ناكلوا برشا في الشارع وديما حار وما لكم موان كونسيرفاسيون ايه لا معناتها ديما نحطوه على حساب هذاك وفما زاد شكون يعمل الكريز نتاع نتاع الكوليك هيباتيك هذا نتاع الحجر في المراره دي كريز كي يولوا ياسر قراب خاطر فما لك معناتها لانتونسيتي دو لا كريز وفما لو رابروشمون دي كريز فما شكون يعمل كريز في جمعتي فما شكون يعمل كريز كل ساعتي داكور كل انسان معناها دون لي دو كا سي تي ميديكاسيون شيروجيكال لازم تدخل جراحي التدخل الجراحي احنا ديما ماذا بينا يكون في وقته مش معناتها يعني مش انا توا فقط بحجره في المراره عند بار اكزومبل امراه عمرها 50 سنه ديريكت ندخلها للبلوك لا هو مرض ينجم يصبر مش معناتها يصبر مش يصبر عندي في نيمه مش يصبر لازم نعملوا الاجراءات اللازمه كل يعني ناخذ الموافقه نتاع الطبيب بالبنج كان ثم حاجه مرض اخر نحاولوا نكتشفوا بك التحاليل وبتصاور نعدلوه باش كي تدخل العمليه خاطر العمليه ريلاتيفمون بسيطه ديجا توا بالمنظار وكل شيء معناتها لاسيلوسكوبي حسنت برشا الكاليتي تاع العمليه وما بعد العمليه وما بعد العمليه وما صحيح. قبل العمليه وفي اثناء العمليه اثناء العمليه ايوه حاجه مكبره بكاميرا هكا منك ليها معناتها حاجه لو كانر سيستيك سي كوا سي 3 مليمتر تشوف على ايكرون كامل معناتها نجم معناتها بالديتاي فريمون تشوفوا بالديتاي بالكدا وبعدنا على السيكاتريس اللي كانت تحت تحت الضلوع هذيك الكبيره ما عادش توا ثلاثة نقيبات والأربعة نقيبات صغار حتى استيتيكمو ثم ريزولتار وما شاء الله دونك هذه حاجة كان بار اكزومبل احنا باش نعملوا عملية ماذا بينا ديما نحضروا المريض بالطبيعة احنا مانيش باش نوصلوا حتى لين يعمل لي كومبليكاسيون باش نحكيو فيها من بعد فوالا احنا ديما لو بلوتو بوسيبل ايه مي يفو اتر معناتها ريزونابل لازم تكون حاجة مش انديفينيمون طريقة علمية فوالا لازم تكون طبيا متبعين وطبيين ولازم ياخذوا الموافقة نتاع البنج أهم حاجة ودكتور انا نعرف اللي معناها الجراح يحب يشق مثل المراره وهي ماشي كومبليكي يعني ماذا بها تبدا كل شيء كالم فوالا كو مثل نضطر باش نشقوها في حاله استعجاليه صحيح احنا ليديال نشقوا الحجره في المراره كما كنت نحكي لك يعني بعد ما ياخذ موافقه نتاع البنش نحاولوا نزربوا فيها فهمتني نحاولوا نزربوا باش ما نوصلوش نعملوا التعكرات اللي باش تصير باش نحكيوا فيها فوالا اما ماذا بها نشقوها وهي على برود هكا معناتها ما فماش التهابات ما فماش تعفنات ما فما حتى شيء العمليه تكون اسهل البريزون شارج بوست اوبيراتوار باهيه ما فماش مشاكل المريض ينجم يقوم حتى في عشيته يقوم المريض بسيليو في عشيته يعني تشقها الصباح مثلا اربع خمس سوايع يطير مفعول البنج نقوموهم احنا المرضى ديجا يعمل دوره في السيرفيس يتحرك يشرب فما شكون حتى يترى يروح نهارتها Normalement, c'est une intervention dans un cadre de chirurgie ambulatoire. Normalement, on va من داره même pas يبيت في السبيطار ولا في المصح. يجي في الصبحية. يجي صبحيته يعمل عملية ويروح العشية. هذي نحن إن شاء الله نسعيه باش يصير في القروان وإن شاء الله عنا فكرة باش نعمل ده شيروجي أمبيلاتوار في القروان إن شاء الله السيلوسكوبي إن شاء الله باش يصير الحكاية تحية كبيرة زملائنا للشيروجيا في قسم الجراحة بمستشفى الأغالبة بيه دكتور المضاعفات معناها الحجرة في المرارة تنجم تقعد مثل تسد المجرى تنجم تتحول المجاري نتاع الكبدة تنجم تعمل برشا مضاعفات كان تحكينا عليهم دكتور من البلو فريكون معناها من اكثر مضاعفه لا بلو فريكونت واحنا ماشيين الحجره اللي في المراره فما ديليم ديما المواطنين يقولك عندي حجر طين كبار يعمل 3 سنتي ايوه عندها حتى دخل بالكبر معناها حتى دخل بالكثر فوالا يعني مش عندي 20 حجره اخطر من انه واحد عنده حجر لا تنجم تكون حجره واحده كبيره تسكر الفيزيكول المراره تسكرها اخطر من اني عندي 20 حجره ما عندها حتى تاثير على العباد معناتها ثم 80% من اللي عندها محجر في المرارة ديما نرجع له الشيفر هذا سون ديليتياس اسيمبتوماتيك ايوه
يعني 8 من 100 على 10 عندهم الامتياز اسيمبتوماتيك. داكو. معناها دكتور ما فماش كوريلاسيون ما بين مثل الحجم نتاع الحجره ولا جرافيتي ولا جرافيتي والا النومبر نتاع الحجر، معناها سي ريلاتيف. فما يمكن حاجه اللي هي الحجر الصغير، خاطر اجود الحجر التراب، احنا ديما نحكيوا التراب اللي موجود هذاك ينجم يتعدى في المجرى يعطينا نوع من المضاعفات باش نحكيوا فيهم كل واحد. والحجر الكبير هذاك بحكم ما ينجمش يتعدى من مجرى بربي حجره سنتي ونص باريكزوم، ما تنجمش تتعدى من حاجه 3 مليمتر. اي صحيح، ما تنجمش تتعدى، دونك باش تعطينا نوع اخر نتاع دي كومبليكاسيون. داكور. لي كومبليكاسيون المضاعفات نتاع نتاع الحجره في المراره هما براتيكمون اربعه. داكور. اربعه الكبار. داكور. الاولى هي لا كوليسيستيت اللي هي الالتهاب يا حاد يا كرونيك. داكور. الالتهاب الحاد لا كوليسيستيت ايغو. ايغو. لا كوليستيت ايغو هي التهاب يجي في الـ في الـ في المومبران نتاع نتاع لا فيزيكول بيليير، نقولوا الغلاف نتاع المراره، الغلاف نتاع المراره. أيه. يبدا هو من الداخل ساعه بلول بكل تتنفخ المراره، خاطر ما يبلوكي من لوطه مسكره. أيه. وهي ريزرفوار عباره عندك امبوله باش تنفخ فيها بالماء، تنفخ كل ليكيد هذاك. احنا في البدن ما نحبوش حاجه ديما مسكره، اي حاجه تتسكر تتعفن. صحيح، يعني كان باش تتسكر باش لول بكل باش تتعفن باش تولي يخرج الشيك تعفن هذاك على لي مومبران نتاع على التونيك الكل الموجودين في المراره. نوصل تبدا تتعفن المراره من الداخل لين تخرج تعفن هذاك، ينجم يوصل حتى الاعضاء اللي دايره بالمراره اللي هو معناتها نحب ولا نكره المراره راهي عضو موجود في الكبد. والكبده راهو اي تدخل جراحي على الكبده ماهوش تدخل جراحي بسيط عادي، هذاك علاش انا ديما نوصي على معناتها على انه المريض يمشي يشوف معناتها ميدسان انستيزيست قبل، على خاطر لا قدر الله مثلا لقينا فما حاجه كي مست الكبده مش نفس البنج، مش نفس التريتمون، مش نفس الدويات. صحيح، ساعات نجم نستحقوا دم باش نعديو دم كبده عندنا نزيف، مش نفسها، نجموا حتى نرجعوا نعاودوا نحلوها كالحلين القديمه نتاعنا سوك لا فوا سو كوستال. معناتها هذه حاجه كي تبدا اون كوليسيستيت ايغو هذي. فما شكون الابيزود هذاك يتعدى هكاك مرور الكرام غير ما يفيق، خاطر عنده وجع ياخذ شويه دويات اونتي انفلاماتوار اونتي بيوتيك تتعدى يتحسن. اي دونك يمشي في بالو اني هذاك الانسان يبدا يعرف انه عندي حجر في المراره، يروح كونسلتي باش يجي يداوي يعدي راهو عندي الحجر في المراره راني موجوع في البلاصه هذيك. احنا في الحاله هذيك باش نمشوا للسبب الداء اللي عنده اللي نعرفوه اللي عنده حجر في المراره باش نحاولوا نداويوه ونسيبلي معناتها في الحكايه نتاعنا. باش نعملوا بالطبيعه تي بيلون اللي هو بيلون انفلاماتوار باش نشوفوا واش عندنا واش ما عندناش، ان بيلون هيباتيك اللي هو نشوفوا تماش لازم على الواحد، ان بيلون اوبيراتوار تو سكي ان اف اس الهيموغلوبين الحكايات هذيك، وباش نطلبوا الاعاينه نتاعك من دكتور عيسى تو ليكوغرافي ابدومينال. ليكوغرافي ابدومينال مش تورينا اسكو فما هالالتهاب هذا ولا التهاب ولا اما هو راه نورمالمون كلينيكمون راه يبان خاطر تعمل سخانه كي تمس البلاصه اللي تحت الضلوع تحس بوجيع فما سيني ديجا معروف انك تمسها ثم وجيع. وبور كونفيرمي الحكايه هذيك الكل نعملوا ليكوغرافي ابدومينال. ليكوغرافي ابدومينال باش تبين لنا درجه الانتفاخ، النجم حتى نعرف الكونتوني نتاعها اش فيها الفيزيكول، اسكو حجر وبرا حجر ومعاه ماده، خاطر اي لي اي بي يبين مش كيما ليكيد ترونسبارون هكا يبين، وهذاك راهو يبين درجه الخطوره نتاعها مثلا مدى تطور الالتهاب هذا. خاطر الهيدروكوليسيست يعني وصل مازلنا في ليتاب الاولى منفوخه بالماء. أي. مش كيما بيوكوليسيس اللي هو ماده في الوحده. صحيح، مش نفس العمليه كومبليتمون، نجمو حتى ما نستعملوش السيليون ولا نضطروا باش نعمل عمليه الاخرى معناها من جراح وليكو تعاوننا في حاجه اخرى باش نعرف اسكو الحجر هذاك يتعدى في المجرى نتاع المراره ولا ما تعديش. هي هذه حاجه معلومه مهمه ياسر على خاطر تغير 180 درجه البريز لا بريزون شارج نتاع المراره. داكور. يعني احنا تو عندنا كوليسيستيت ايغو وعندنا حاجه اخرى كوليسيستيت كرونيك اللي هي معناها ليلها مديده اي الالتهاب صعب، يعني الباسيون يعمل بوسي يعمل كريز وتبرة تتعدى ياخذ الدواء يكمل يروح فوالا. بطبيعتها المراره هي كما نعرفوا في العلوج ديما نجيب ليكزومبل هاي فبرشا كي تعمل اون انفلاماسيون بلاصه باش الفاس فيبروزي بشويه 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 لين تتكمش ساعات ما عادش تبان. داكور. يعني الفيزيكول باش الفاسورا تاتيني على كالكول باش تتكمش على روحها باش تلبس فوالا باش تولي التنحيه نتاعها صعيبه برشا. أيوة. خاطر هي فيبروز معناتها السدله فيبروز ما عادش نجمو نحيوه بطريقه سهله،
كتنحي مرارة بالطريقة ذيك النجم ونوقع في دي كومبليكاسيون بيروبيراتوار كما كالنزيف نولو صعيبة العملية ولي أصعب برشا العملية ولي كومبليك معناتها يمكن تما دي كومبليكاسيون نجم يصيروا على الفوبيلير سون بلو فريكونت كي تبدا الكوليستيت كرونيك هذه الحاجة الأولى لا كوليستيت كرونيك يعني الحجر جا جوست سد لا فيزيكول من فوق ما هبطش في المجرى داكور الكومبليكاسيون ثانية بارور دو فريكونس نحكي وانا من لا بلو فريكونت اللي موان فريكونت لا بانكرياتيت اللي هو التهاب البنكرياس داكور خاطر احنا المجرى نتاع المراه راهو مربوط بالمجرى نتاع البنكرياس الزوز اللي هذا يخرج فيه انسوك الليكيد باش يهض منه يخرجوا في المسار بحكم هو نفس المجرى يعني تنجم تهبط حجره صغيره نجم ترجع بالتويلت باش تسكرك المجرى نتاع البنكرياس نتاع البنكرياس بتعطينا ما يسمى البنكرياتيت التهاب في البنكرياس التهاب في البنكرياس كيما نجم يكون حكايه فارغه كيما نجم يكون حكايه جراف خطيره برشا صحيح معناتها تنجم انت تعمل بنكرياتيت راه ساعات احنا نشوفوا دي جون راه دي جون يعمل كميه يعمل حجره هكاك تتعدى تتسكر له البنكرياس نجمو نخسروه المريض هذاك لطف صحيح نجمو نخسروه خاطر حاجات معناتها تبان في ظاهرها صغيره لكن هي مخطره برشا البنكرياتيت وقتها باش نبدلو كومبليتمون 180 درجه للبريزون شارج نتاعنا داكور وقتها ما عادش تنجم تمس المراره اللي هي سبب الداء اللي هي الريزرفوار نتاع الحجر اللي هو باقي هبط لنا في المجرى ويسكر لنا في المجرى نتاع يا مجرى نتاع المرار يا المجرى نتاع البنكرياس لازم نحيو الريزرفوار ما احنا تو طونكو عندنا الالتهاب هذاك ما نجموش نمسو المرار داكور لازمتنا حاجتي كيف مين انا باش نستحقك مره اخرى تعمل لي ايكو سكانير المره هذه صحيح ليكو باش ناكدوا انه راي المراره هي السبب اللي فيها الحجر أيه. هو السبب نتاعها هذيك والسكانير باش نشوفوا مدى خطوره الالتهاب اللي فما في البنكرياس فما ديستاد ديجا احنا نعرفوهم في السكانير والكوندويت تتبدل دكتور الكوندويت تتبدل احنا ا بي سي هما ديستاد ريلاتيفمون باهي تنجم تعمل عمل لازم مش تنجم تعمل عمليه في الجمعه نتاع الهوسبيتاليزاسيون هذيك داكور دي والاو لا ما تمسش خاطر الالتهاب كبير برشا وفما خطر على المريض في حد ذاته دونك نعطوها تريتمون ديما نعسوا عليه ما نخلوش خاطر نفس السبب اللي يخلي يعطيك البنكرياتيت النجم حجر اخر تعاود تهبط صحيح دونك ديما عنده اون سيرفيونس كي رابروشي معناتها مراقبه قريبه برشا لبعضه نبعثوه يروح يعاودون ان سكانير دو كونترول باش نشوفوا الالتهابات هذيك كلها تنحات ولا فوالا اون فوا تنحى الالتهابات هذيك النجم ندخل ونعمل العمليه نتاعنا بطريقه امنه وفي الاثناء ياخذ هو الموافقه نتاع البنج ويعمل لك الحكايات هذيك الكل اما ستاد ا بي سي راهو براتيكمون عباره انسان عنده حاجه في المراره عاديه داكور تنحى العمليه تصير بالمنظار ثم لا كومبليكاسيون الثالثه اللي هي لونجوكوليت اللي هي انه الحجر هذاك يتعدى يمشي في المجرى نتاع نتاع المراه فهمت في القنوات الصفراويه لافوابيلي فما حجر ساعة احنا لا كوليسيستيت هو الريزرفوار هذاك هو اللي تسكر في حجره تتسكر يعني كوليسيستيت اون فوا الحجره هذيك تعدات في المجرى نتاع المرار كيما تفهمت تنجم تتعدى في المجرى نتاع البنكرياس كيما تنجم تسكر جوست المجرى نتاع المرار هذاك اون فوا تسكر مشكله كبيره برشا يعني التعفن باش يرجع على المرار وعلى الكبد ما عادش نحكيو كان على المراره هو لينا الكبده والقنوات نتاعها وحجره في القنوات كي تبدا القناه العاديه نتاع المراره معناتها ما تفوت ما يلزمش تفوت 9 ملي معناتها ما نجموش نمسوه وقتها نضطروا باش نعملوا عمليات اخرى بالمنظار مش منظار سيليسكوبي يعني أي. بالمنظار المنفم باش نحلوا المجرى من اللوطه نحاولوا نخرجوا الحجر نفوتوا ليتاب هذه ليتاب ايغو اللي هي مخطره على حياه المريض وبعد نحيو المراره اللي هي سبب المشاكل دونك الجراحه مش تتبدل معناها كومبليتمون فوالا لا بريزون شارج باش تتبدل كنا باش نعملوا عمليه باش نحيو الريزرفوار ديما نرجعوا للمراره هي الريزرفوار هي سبب المشاكل الكل أيه. هي الريزرفوار نتاع الحجر هذاك الكل دونك احنا في الحاله هذه باش نولي عمليه اخرى كانوا المجرى جويد ما نجموش نحلوه دونك نعملوا عمليه بالمنظار يدخل من الفم يدخل البلاصه اللي تخرج منها المجرى يحلوها يخرج لك الحجر هذاك الكل ومن بعد نحيوا المرار داكور فهمت كاين المراره واسعه سامحني
المجرى نتاع المرار هكا نجمو نعملو عمليه ديريكتومون نحيو الحجر من المجرى ونحيو المرار دوزون. داكور وي دكتور نعمل ترتيحه صغيره مع الموزيك ومن بعد نزيدو نرجعو نحكيو بالكدا على التروزيام كومبليكاسيون هذيا اللي هي الحجر كيبدا في القنوات نتاع الكبده وتولي حكايه ما اخطر بعدها. يلا ترتيحه صغيره مع الموزيكا ورجعين معكم في عيش هيلثي على الحياه فهم.